في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني، وشح وزير الدفاع الوطني السيد حنان وتسيدي رفقة قائد الأركان العامة لجيوش الفريق محمد الشيخ محمد الأمين باسم رئيس الجمهورية عددا من المنتمين للجيش والدرك الوطنيين. واستعرض الوزير رفقة قائد الأركان العامة لجيوش وحدات من الجيش والدرك الوطنيين أدت لهما تحية الشرف. وزارة الدفاع الوطني تحتفي بعيد الاستقلال الوطني في ذكراه 59 بتوشيح عدد من الضباط وضباط الصف والجنود لقطاع الجيش والدرك الوطنيين. استهلت هذه الاحتفالية التي احتضنها مقر قيادة الأركان العامة للجيوش باستعراض وزير الدفاع الوطني السيد حنان والسيدي رفقة قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد الشيخ محمد الأمين وحدات من الجيش والدرك الوطنيين. أدت لهما تحية الشرف قبل أن يصافح وزير الدفاع الوطني الأولياء والضباط من قادة المكاتب والمديريات بقيادتي الأركان العامة للجيوش والدرك الوطني، ليتم بعد ذلك رفع العلم الوطني خفاقا في سماء الحرية وعلى أنغام النشيد الوطني. ليباشر وزير الدفاع الوطني بعد ذلك سلسلة التوشيحات، حيث وشح باسم رئيس الجمهورية وبوسام ضابط في نظام الاستحقاق الوطني كل من العقيد محمد المختار ولي العلوي، العقيد محمد المختار عمر، والعقيد سيد أحمد الشيخ محيمد، والعقيد حنان والسيد نعالي، وبوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني. وشح وزير الدفاع الوطني كلا من العقيد علي الشيخ القطب مما، ومعتمد العقيد مامادو سيدي بي ديرامونا، والعقيد أحمد يسلم محمد فال، ومعتمد عقيد جمال المهدي جيد، والعقيد حين محمد عمر، والمقدم عبد الرحمن ديولد سال، والمقدم محمد عبد الله سنيقل، والطبيب المقدم التراد محمد أمين دحية، والطبيب المقدم شريف جدوميني، والرائد سيد أحمد سالم والبكرين، والنقيب أبو بكر نيانغا. كما وشح عددا من الضباط وضباط الصف بوسام الامتنان الوطني، كما تم توشيح بعض الضباط والجنود أيضا بميداليات شرف من الدرجات الأولى والثانية والثالثة. التوشيح في بعض صوره هو تثمين لجهود هؤلاء القادة والضباط في خدمة الوطن وتكريمهم لسهرهم على أمنه واستقراره، وفي جانب آخر تأكيد على ضرورة مواصلة هؤلاء الأشاوس روح التضحية والفداء والذود عن الحوزة الترابية لوطننا العزيز، وليبقى علم البلاد شامخا فوق الهامات. جرت مراسم هذا التوشيح بحضور كل من قائد أركان الدرك الوطني الفريق سلطان محمد سواده، والقائد المساعد للأركان العام للجيوش الفريق البحري سلكو للشيخ الولي، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء حنان والهنون، والمستشارين والمديرين وقادة المكاتب والمديريات بوزارة الدفاع الوطني والأركان العام للجيوش وأركان الدرك الوطني.